لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي ما حبيت الشمس تطلع لا 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 الشمس تغرب لا 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 لولاكي لولا لولا لولا. نرجع للدرس خلاص فرفشنا. نكسة 67 نكسة 67 كلها على بعضها قصتها بسيطة. اللي ضل في فلسطين بعد 48 ضل كان القدس وشوية هنا وكم دنهم هنا وهنا نتتيف خلصوا عليهم في 67 شفطوه انشفط اليهود سموها حرب الأيام الستة. ست أيام كانوا شطبين فلسطين يا من العلماء شطبوها شطب في 6 أيام. مصطفى هلا ليش بست أيام بس؟ يا أخي خدوها مجاولة قال لك عقده وبنخلصها يعني. طب كان كملوها السبعة كان اكتمل أسبوع. طيب اليوم السابع يمكن كان عطلة وحبوا أخواننا الإسرائيليين يرتاحوا. طب ما إحنا عرب يا أستاذ أكثر منهم 3 أيام بنرجعها. شو يخون؟ 3 أيام بنرجع فلسطين. مينيموم بدنا 500 سنة لرجع. ترجع العراق أولي أنت شو بتتهبل وترجع ليبيا شو مالك اقعد وروق يا زلمة. هي مشكلة الشارع محبط. الشارع محبط؟ الشعب محبط يا أخوي. طب انزل حرر هيا الجسر والله وحياة شواربي اللي أعطيك من معاشي هيا الجسر فاتح انزل يا أخوي خذ لك بندقية وانزل هيا الجسر فاتح. حدا سألك؟ هو على الله خير أستاذ لازم يكون هدفنا الوحيد إنه نحرر فلسطين. هدفي أخلعك شلوت أجيبك فرصيفة بتعرف الصيفة اللي فيها الفوسفات بدي أجيبها غير اقعد يا زلمة روق. واحد برشلوني فاشل أنت واحد برشلوني كل البرشلونية بستحوش بس تعونت طخ وطنية اطلع برا. كل واحد برشلوني اطلع برا. انت كمان برشلوني يا ابو خالد اطلع اطلع برا اطلع برا كلكم برشلونية. انا مش عليك الخوف برشلونية فشلة يا فشلة برشلونة فرشلونة لازم سموكم فشلونة يا همل. والله لو انكم ريال مدريد كان هلا بالجمعة 3 سنين بتعيدوا. ليش؟ لانكم برشلونية. قال ايه والله العظيم لولا الحكم عليكم والله لولا بتشتروا الحكم والله ستي بتلعب احسن من ميسي. هذا ميسي مريض ولك فخده كريستيانو بتسوى 100 فخده. كريستيانو الزلم اللي عقد حاله اللعيب اللي بعطي بنفذ بيفتح بفرد بنط بيلعب لورا لقدام. جرابين واشياء ثانيه جرابين هاي فواهبه اليسا للشم للاكل جرابين يا الوح جرابين وشغلات ثانيه جرابين. شو هذا يا غدا اشي مكلم وشي ساده؟ تعشر ركض نغشك بتفطر حجه؟ طبعا لا لسه بكير والله. طب اسمعي ماكسيم متجوزيني واعطيني 300 ليره بالشهر مينيموم بسيط زي الخاتم باصبعك دخيلك شو رايك؟ يو هيك على السريع على السريع. انا حبيبي بحب اتعرف عليك اكثر نحب بعض نروح نيجي ناخذ وقتنا شو بدك يقولوا عني تزوجت زواج مبكر. تاخذي وقتك يا اختي؟ الا انت يا دوب تكفي لاخر النهار يا حجه مالك انت؟ بعدين انا بنت قصور لازم اسال البابا. انت عندك بابا هذا ابوك لازم يكون ديناصور. لا أنا شايفة خلص إنه نحن ما في مجال للانسجام بيننا علاقتنا فاشلة خلص يلا كل واحد يروح بحاله ما بزبط بيناتنا العلاقة. وليه كل صدقتي أنا بتجوز بسه ولا بتجوزي؟ مياه عين مياه طلاق إنك مشطوبة يلا تكي